نادر الأتات يتعرض لحادث خطير وينجو بأعجوبة، تفاصيل ما حصل تخرج إلى العلن. أنا رجال سكرت معدل يا نيال اللي أفادت صفحة شيربليتا المتخصصة بأخبار الفنانين والمشاهير عبر حسابها على إنستغرام عن تعرض الفنان اللبناني نادر الأتات ليل أمس لمحاولة سرقة سيارته من قبل مجهولين على الطريق السريع الذي يربط مدينة صيدا ببيروت، إلا أن الحظ لم يحالف السارقين وباءت محاولتهم بالفشل. وفي التفاصيل بحسب شيربليتا فإن نادر الأتات كان عائداً برفقة شقيقه ومدير أعماله علي الأتات من حفل زفاف أحياه في إحدى المناطق الجنوبية، وخلال هذا الوقت حاول سارقون مطاردتهما، إلا أن نادر وشقيقه نجحا في الفرار والإفلات من مطاردة السارقين بأعجوبة. هذا ولم يصدر عن نادر الأتات أي تعليق حول هذا الأمر نفيا أو تأكيدا. حامل قلبي عكفي وبضلوع النار اللي مع مين بكفي باقي. وفي سياق مختلف كان الفنان نادر الأتات أعلن عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي عبارة عن أغنية جديدة تجمعه بالفنان السوري إسماعيل تمر، حيث نشر نادر على حسابه عبر إنستغرام مجموعة صور جمعته بإسماعيل تمر خلال تسجيل الأغنية الجديدة في لبنان، وعلق عليها بالقول لهلأ بس هيك والباقي قريباً، ليضيف جملة باللغة الإنجليزية قال فيها لن ترغبوا بأن يفوتكم ما هو قادم. قلبي على اليمين كل ما انت على يميني يرجع على الشمال. بدوره أعاد إسماعيل تمر نشر الصور على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا إلى حماسه الكبير للأغنية الجديدة. وفور الإعلان عن المشروع الفني المرتقب حققت الصور تفاعلاً كبيراً بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي معربين عن حماستهم لمعرفة نتيجة هذا العمل المميز وسماع الأغنية كاملة قريباً. ومنعزم الشغل كله أحلى موسيقى ونغم نحط ومنوقف على الكراسي. الجدير ذكره أن نادر الأتات كان قد أعلن في وقت سابق في حديث للجديد عن استعداده لطرح أعمال فنية جديدة، حيث كشف عن بعض الأسماء التي سيتعاون معها. نادر شو عم بتحضرنا كمان؟ عم بحضر كتير أشياء حلوة، في شيء مصري وفي شيء لبناني وفي شيء عراقي، في خلطة حلوة إن شاء الله بينزلوا تباعا. مع مين عم تتعاون فيهم؟ كتير أسامي، عزيز الشافعي من مصر، وعزيز الشافعي من مصر عم تعمل مع أكيد مع هشام بولوس، سليم عساف، فارس اسكندر، علي حسون، في كتير عالم. عملتوا شغل كتير حلو أنت وسليم عساف. إيه طبعاً ببوست ثيابك وبونطرتك. هلأ سليم هلأ ما موعدي معه، يعني بأقرب وقت بدنا نعمل، بدنا نثبت غنية وننزل نكسر الدنيا مثل ما عملنا ببوست ثيابك بيقول.